ما واحد راني وخيط راني انا عندي خمسة اخوات وراو انا الوحيد اللي نصلي في عائلتي ورانا نعيشوا مع بعضنا وناكلوا مع بعضنا هالافكار هذيا والفتنه وتحب تقول هذا تكفيري وانا نخدم في نار جامع زيتونة من عام 91 20 سنه واليهود يجيو وقت الغريبه يشريو من عندنا والنصارى من ايطاليا اسبانيا من بولونيا من العالم من امريكا من استراليا من كندا يجيو يشريو من عندنا وما جامع زيتونة كله انا مانيش جرفي ولكن كله اغلبيه جرابه وتعرفوا جرابه انهم ناس ثقات وناس تعبد ربي وتخاف ربي فانتو فالناس هذوما علاش يحبوا يجعلوا بيناتنا فتنه هذا يا ولدي سكر.